طب استاذ خالد، يعني التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الحقيقه بيقدم ملحمه كده انسانيه، حابين نعرف من حضرتك ازاي بيتم التنسيق ما بين اعضاء هذا التحالف؟ يعني في جهات كتيره جدا عايزه تدعم اشقائنا في فلسطين، ازاي بيتم التنسيق ما بين مختلف الجهات عشان نوصل المواد الاغاثيه لاهلنا في غزه؟ تحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بيعمل ملحمه داخل رفح، ودي حاجه يعني بتتحقق لاول مره، انه يجمع العديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر، اكثر من 35 جمعيه، وينضم لها الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيريه ومؤسسات العمل التنموي تباعا. طبعا احنا كل مؤسسه منها مثلا مؤسسه صناع الخير بتفتح منافذ التبرع للصالح اهالينا داخل قطاع غزه على خطوطها الساخنه على رقم 15101، كذلك كل مؤسسات لها على حساب 200 200، كل المؤسسات بتتشابك مع بعضها ويتم التنسيق من خلال التحالف الوطني لتوفير الاحتياجات اللازمه والضروريه لاهلنا داخل قطاع غزه ووصولها امام المعبر. كل المؤسسات ومنها مؤسسه صنع الخير فاتحه بابها للتبرع. كمان احنا اعلنا على قبول كل الطلاب الفلسطينيين اللي بيدرسوا في الكليات التكنولوجيه لمؤسسه صنع الخير، هترعاهم خلال الاربع سنين الجايه وتتكفل بكافه المصاريف اللازمه ليهم. أستاذ خالد، الحقيقة وإحنا بنتكلم يعني عن إدخال المساعدات، إحنا شايفين منظومة كاملة من العمل على قدم وساق من بدء طبعا عملية التصعيد في غزة، وشايفين كمان زي ما حضرتك قلت يعني متطوعين موجودين، عمال موجودين عند المعبر، سائقين موجودين عند المعبر. عايز أعرف من حضرتك يعني الكواليس للدقائق قبل إدخال هذه الشاحنات أمس عبر معبر رفح، فكره الوجود والتواجد عند معبر رفح، طبعا في لو هنتكلم حتى ظروف الجو، الظروف نفسها ما كانتش سهله، البيات او الاقامه في خيم كمان اكيد ما كانتش سهله، يعني لو حضرتك تنقل للساده المشاهدين الصوره يا فندم. احنا تواجدنا امام المعبر كمتطوعين عن التحالف الاهلي للعام الاهلي التنموي، كنا بنوجه رساله للعالم كله ولشعوب العالم انها تضغط على حكوماتها من اجل وقف نزيف الدم داخل قطاع غزه. كنا بنوصل رساله لاهالينا داخل قطاع غزه ان احنا متضامنين معهم بعدم تهويد القضيه الفلسطينيه وتصفيتها على حساب دول اخرى. كمان احنا موجودين اشقائنا داخل قطاع غزه كتف بكتف لتوصيل المساعدات ليهم مهما كان الثمن، لما متناسين كل الظروف الصعبه اللي احنا متواجدين فيها، سواء في المعيشه سواء في الغذاء، كل ده بننساه مقابل لحظه دخول اي شاحنه لاهالينا قطاع غزه للتخفيف عنهم. الجهود طبعا مستمره خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، وهنشوف طبعا ادخال شاحنات اخرى باذن الله خلال الساعات القادمه، زي ما حضرتك قلت يعني من المنتظر يبقى في دخول لحوالي 17 شاحنه.